الصبر ده الآن يا ناس أصبح حياة للكل أساس، عايز عزيمة من البداية ونكون عليه للنهاية. صبرنا على غلط بعض الناس والغلط جاي من بعض الناس، كأن دول عايشين في غابة فين الحق معاهم ملاقي إجابة. الكبير فيهم بياكل الصغير، والقوي فيهم بيدهس الضعيف، والفلوس عندهم هي المبادئ. معاك تبقى مؤسس الأخلاق، مفيش انت من الآخر عديم الأخلاق. وإن قلت بتقولوا كده ليه يقولوا، وإن قلت بتقولوا كده ليه يقولوا انت مجنون يا بيه، وكتير يشهد بهذا عليك ما تعرف انت كده ليه. انا قلت كده الوضع مقلوب، احنا بشرية بتحمي العقول ولازم في الصح كلنا ندوب. وانا انسان بسيط قوي من مصر، مهموم بكل مشاكل العصر وخاصة بعض الناس دول في مصر والعالم كله بدون حصر. فكرت في نفسي كتير وبقول ايه حل ممكن انا اقول، فكرت في نفسي كتير وبقول ايه حل ممكن انا اقول. وصلت الحل بقى لامور هيخلي الكل في احسن دور، وقلت اعرض هذا على الناس بكل طريقة اعرفه يا ناس. وعرضت حلي هذا في كتاب وسميته الطريق إلى عالم جديد بدون تخريب، وقلت هيوصل الحل بقى لهذه الناس عشان نعيش بقى كلنا في حب وتفاهم وتعاون وسلم وسلام. لكن يبدو ما حد بيقرأ كتب الآن، وأصبح شيء واضح بدون كلام. عند كتابي هذا للذكرى، عايز فكره تانية يا ناس اوصل بحلي لهذه الناس، حل ايجابي لازم يوصل. انا عايز النصر لكل الناس. قلت الدراما مفيش غيرها هتوصل فكرتي بحذافيرها. ألفت مسلسل عظيم جامع لحل مشاكل الناس جامع، وكتبه احمد ابن معايا بفكر جيل تاني معايا، وزدنا حلول تاني هتبني بناء انسان في احلى حكايه. حاجه جميله لابد تكون بصراحه كده في ايد مسؤول، لان المنتج عايز حاجه خاصه تجيب له يا ناس برضه فلوس. اما الدوله عايزه بناء لكل ولاده والدعم هذا، ومصر خاصة أرض حضارة. وقدرة تنتج هذا يا ناس بكل جدارة بشكل درامي لأجل تفيد ولادها يا ناس والعالم كله بشكل أساسي. ده أم الدنيا مصر يا ناس. عشان كده لازم يروح هذا المسلسل في إيد مسؤول، ده مسلسل درامي لبناء عقول عشان يعرضه بأحسن صورة. ده عايز الناس كلها منصورة. وبدأنا نعرض على المسؤول في مصر بلدنا أم الدنيا، وقلنا مهما يكون لازم نوصل بكل متاح برضه لنا، ونروح مرة وميت مرة عشان النصر لكل أهلنا. ولحد الآن الوضع مازال ما في مسؤول رد علينا. قلنا نروح لنواب الشعب، اكيد عايزين نصر ثقافي لكل الشعب بشكل اساسي. وبكل طريقة برضو عرضنا لازم توصل يا ناس رسالتنا برضو يا ناس للنواب، بس دول ردوا علينا. ومنهم طلب يا ابننا، والرد منهم كان واحد، سيبونا هتوصل رسالتكم. وحتى الآن ما في واحد منهم رد وقال يا ناس وصلت رسالتكم. فقدنا الثقة في وصول رسالتنا
للمسؤول في مصر بلدنا والنائب برضه في تنفيذها. قلنا الروح بقى للعربي في مصر بلدنا وكل الدنيا، ونعرض ليه كده رسالتنا اللي في صالح أحوالنا بس تكون بطريقة تانية. هنقول مسلسل إحنا إزاي، وجايز برضو يساعدونا حتى توصل رسالتنا للمسؤول في مصر بلدنا. وقلنا هتوصل للعربي إزاي، لقينا النت متاح لينا وإحنا أملنا صوتنا يوصل إن شاء الله للعرب أهلينا. عايزين ليهم إحنا الخير وكل الناس برضو في العالم، بس العرب أهل لغتنا أكتر ناس يفهموا كلامنا، يبقى الصبر هو الحل. حتى لو كنت بتعرض حل هيفيد الناس وبحاجة إليه، بس ما تيأس انت لحظة، رسالة الخير لازم توصل. اسمعوا منه واصحوا يا ناس، احنا هنعرض ليكوا الحل، كلام حق واجب تنفيذه. عايز إرادة منكم يا ناس وبإصرار، ده مش هلس، عيب علينا نسيب الصح ونشارك الهلس لأهلينا. ما تخلوش الحق يموت، إحنا في دنيا بينا عظيمة ولازم كله ليها يفوق، والهلس لازم نبعد عنه عشان الصح يكون موجود، والصبر ده لازم منه في كل الأحوال يكون موجود، بس في الخيبة بلاش منه إذا كنا عايزين بجد نفوق.